أهلا بكم. ماذا حملت رسالة زيارة السوداني الأخيرة لواشنطن؟ وما الذي تمخض عنها؟ ولماذا جاءت في هذا التوقيت بالذات؟ وما طبيعة التوجيهات الأمريكية لحكومة السوداني التي تعد إحدى الحكومات التي باركتها واشنطن وشكلتها ضمن نظام المحاصصة الطائفي الذي أسسته بعد احتلال العراق عام 2003؟ كيف نقرأ تصريحات السوداني بشأن الزيارة التي قال إنها جاءت لبدء صفحة جديدة من العلاقات ما بين العراق والولايات المتحدة وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي استبدلت باتفاقية التعاون المشترك الدائم؟ وكيف نقرأ البيان المشترك الصادر عن هذه الزيارة؟ ولماذا لم يلقى البيان المشترك أي أصداء إيجابية في الأوساط العراقية التي اعتبرت الزيارة من ضمن الدعاية الإعلامية فقط؟ لتسليط الضوء على هذا الموضوع سيكون معي كل من السيد عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك وبمشاهديكم الكرام وبضيوفك الأعزاء. وأرحب أيضا بالأستاذ الدكتور محمود المسافر الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق. دكتور محمود مرحبا بك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك، تحية لك والمشاهدين والضيفك الكريم. أهلا بكم ضيفي الكريمين. مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. كما ذهب عاد خالي الوفاض. رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني يعود إلى بغداد بعد زيارة تم رفضها 11 مرة قبل أن يوافق عليها في الطلب 12 المقدم لواشنطن، والتي استغرقت 6 أيام. قال عنها السوداني إنها جاءت لبدء صفحة جديدة من العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وتفعيل بنود اتفاقية الإطار التنسيقي التي استبدلت باتفاقية التعاون المشترك الدائم. زيارة السوداني والوفد المرافق له الذي تجاوز 134 شخصا والبيان المشترك الصادر عنها وجد ترحيبا من الإطار التنسيقي الذي ينتمي إليه السوداني، على الرغم من خلوه من الحديث عن إنهاء الوجود الأمريكي في العراق أو الملفات التي تخدم الشعب العراقي، بينما لم يلقى البيان المشترك أي أصداء إيجابية في الأوساط العراقية التي عدت الزيارة من ضمن الدعاية الإعلامية فقط. فيما هاجمت شقيقة الباحثة إليزابيث توركوف التي اختطفت في بغداد رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني أثناء مؤتمر صحفي له، متهمة إياه بالتواطؤ مع ميليشيا حزب الله، وإنه يجب أن يشعر بالعار لأنه داعم لميليشيا حزب الله الإرهابية ويتعامل ويتعاون مع عناصرها، وهو داعم للميليشيات المصنفة على قوائم الإرهاب. السوداني حاول خلال زيارته إلى الولايات المتحدة أن يوحي بأن الصراعات بين القوى والأحزاب قد انتهت، وأن حكومته متفرغة حاليا للمشاريع الاقتصادية والخدمية، غير أن تقريرا جديدا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فند زعيم السوداني بشأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد بإعلان الوكالة عن وجود 2,500,000 عراقي لا يزالون بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلا عن نحو 1,000,000 آخرين يعتزمون تلقي المساعدة، وأن العدد التقديري للنازحين داخل العراق بلغ 1,200,000 شخص، مع وجود 180,000 نازح لا يزالون مقيمين في المخيمات. النتائج الصفرية التي تمخضت عنها زيارة السوداني لواشنطن ستفاقم المشاكل التي تنتظره داخل وخارج الإطار التنسيقي، لا سيما ما يخص الوجود العسكري الأمريكي والتحالف الدولي في العراق. أبدأ معك أستاذ عبد القادر، كيف ترى أو رأيت هذه الزيارة وكيف قرأتها في هذا التوقيت؟ المعلوم تماما أن هذه حقيقة لا تسمى زيارة. الزيارة عندما يتم إشعار أي جانب من دولة أخرى بأن هناك زيارة يجري تنسيقا لتحديد توقيتاتها، أما أنه يقدم طلبات للزيارة وترفض فأنا أقول حقيقة نجحت السفيرة الأمريكية في فرض زيارة السوداني إلى البيت الأبيض في هذا التوقيت،
ولا سيما انه بايدن يعني حقيقه على اعتاب حمله انتخابيه، والحزب الديمقراطي متهم بانه يتناغم مع الايرانيين كثيرا داخل العراق وفي ملفات اخرى، وبالتالي حقيقه اراد ان يعطي لان هناك اهميه للعراق في اداره بايدن حتى لا يتم استخدام ذلك عليه من خلال الحملات الانتخابيه ما بينه وما بين الحزب الجمهوري. وبالتالي يعني التوصيف الدقيق فهي استدعاء السوداني الى البيت الابيض من اجل تكريس الاحتلال ومن اجل حقيقه فرض الوصايا وفرض الشروط على السوداني الذي يطمح بتمديد ولايته الى ولايه ثانيه، يعني ايضا يريد بقاء دعم الولايات المتحده الامريكيه الى حكومته الحاليه وبقائها، وبالتالي هو يتناغم ما بين الرؤية الإيرانية التي أيضا تريد التهدئة، فهناك حقيقة دفع إيراني باتجاه التهدئة حتى لا يتم إحراج بايدن في الانتخابات، لأنهم يخشون من وصول ربما ترامب الذي سحب الاتفاق النووي والذي حاصر إيران وزاد عزلتها بالانسحاب من الاتفاق النووي. لذلك حقيقة تأتي زيارة السوداني في ظروف حساسة يمر فيها العراق والمنطقة، وبالتالي هذا حقيقة اللقاءات التي في جرت في البيت الأبيض أكدت على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تحتل العراق، وبالتالي أولى السقطات التي نسجلها على هذه اللقاءات أن السوداني الذي ضم وفدا كبيرا معه وهو غير مبرر، وهذا يؤكد على أن الكتل السياسية غير متجانسة وغير تثق بالسوداني، لأن كان يفترض أن تذهب حقيقة الكابينة الوزارية وربما مستشار أو مستشارين من ضمن يعني الخبراء معه في سواء الطاقة أو الاقتصاد أو غيره، إلا أن هذا الوفد الكبير يؤكد على أن كل كتلة سياسية بعثت ممثليها مع السوداني، وأن السوداني حقيقة ليس مصدر ثقة. هذه من جهة، ومن جهة أخرى أن السوداني لم يذهب إلى واشنطن كما ادعى وكما ادعت الفصائل أو الميليشيات أو عموم الإطار التنسيقي بأنهم يريدون إعطاء مجال للحكومة لسحب قوات الاحتلال من العراق، وبالتالي هو أيضا يعني وضع شو إعلامي بهذا الإطار، ذهب بوفد لا يمتلك فيه أي خبير عسكري أو اقتصادي، مما يعني أن السوداني ابتداء وقيل 180، يعني انا حقيقه لان هناك يعني اقرباء السوداني و يعني اشقاء زوجته وغيرهم كلهم ذهبوا هؤلاء للسياحه او للحصول على فيزا امريكيه، فالمعلومات من بعض الاطراف السياسيه رشحت وقالت 180 شخص يعني الضيوف الاخرين. لكن هو السؤال الذي يطرح نفسه، سوداني ذهب وقال أنني سأذهب لمناقشة انسحاب أو جدولة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي والناتو من العراق ولسنا بحاجة إليها، هل يعقل أن يذهب من دون أن يكون وفد عسكري معه لمناقشة آليات الانسحاب وتسليم القواعد في العراق إلى حكومته أو إلى الأجهزة الأمنية الموجودة لدى حكومته؟ الجواب السوداني لم يأخذ. لذلك بدءا السوداني حقيقة يعني لم يضع في جعبته أو جدول زيارته أو لقاءاته موضوع انسحاب القوات الأمريكية، إذن هم يؤمنون ببقاء القوات الأمريكية وبالتالي يريدونها أن تبقى على صدور العراقيين جاثمة. نعم أستاذ أبو قادر، يعني اسمح لي سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ دكتور محمود المسافر، مرحبا بك مرة أخرى. السوداني ذهب بكل قوته لبنية جدولة انسحاب القوات الأمريكية، مع العلم أن أكثر من 11 مرة طلب إجراء هذه الزيارة وتم رفضها، في 12 تم قبولها، وصفها أستاذ عبد القادر نايل بأنها استدعاء للسوداني إلى البيت الأبيض. يا ترى مع 180 شخص مع هذه الرحلة المكوكية، يا ترى كيف قرأت استدعاء السوداني في هذا التوقيت، وخاصة أن الظروف حساسة تمر بها المنطقة؟ شكرا، بارك الله فيك مرة أخرى وفي ضيفك الكريم ومشاهديك. أخي العزيز، يمكن أصح كلمة واحدة، لقد ذهب السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكل ضعفه وليس بكل قوته. نعم.
ذهب بكل ضعفه، وكان يعني أضعف ما تكون أي حكومة عراقية ما بعد الاحتلال إلى اليوم. مثل ما تعرف جنابك ويعرف الأخ الضيف ويعرفون كل الناس أن حكومة السودان اليوم تسمى بمسميين، أما مسمى حكومة الميليشيات، وهذا المسمى لم يكن ينطبق على حكومة ما قبله، أو حكومة العصائب، لأن العصائب تستأثر بأغلب الوزارات وأغلب الدوائر، وبالتالي العصائب لها الكلمة الفصل في أي قرار حكومي. ونرى ذلك من التعيينات في كل الوزارات وفي حركة المحافظات وما إلى ذلك. لذلك السوداني ذهب الحقيقة وهو ضعيف، هو يمكن تناغمت مصلحته مع المصلحة الأمريكية في هذه النقطة الحساسة. أولا أنا أريد يعني أقول شيء، إنه العراق دائما أريد له منذ يعني الحكومة العراقية اللي تقود العراق الآن مع الأسف، أريد لها منذ عام 2003، منذ أن جاء المحتل وبدأت بوادر تشكيل العملية السياسية، إلى اليوم أن يكون وسيطا لنقل الرسائل ليس إلا. لذلك عندما ترى أنه أي مسؤول عراقي يخرج إلى الخارج، أول شيء يتبادر إلى ذهننا أنه ما هي الرسائل التي أريد منه أن يوصلها، وهذه الرسائل تخرج من وتصل لمن. هذا هو فقط، هذا هو دوره. وأتذكر في ذلك قول للزيباري أول وزير خارجية بعد الاحتلال، عندما قال طلب الجانب الأمريكي أن يقعد مع الإيرانيين وكنا نحن الوسطاء، وكانت كانت الاجتماعات يعني موعد الاجتماع حدد، ومكان الاجتماع هو في وزارة الخارجية معهد الخدمة الخارجية. جاء الوفدان الأمريكي والوفد الإيراني، وكنت أنا جالس، هكذا قوله هو يعني، كنت أنا جالس أرحب بالوفدين، وأنه هذا أول لقاء من بعد احتلال العراق، أو كما هو سماه في ذلك الوقت تحرير العراق. وقال بعد أن رحبت طلب مني الوفد الأمريكي أن أغادر القاعدة، لأنه يريد أن يتحدث إلى الوفد الإيراني. هذا هو دور العراق تحديدا ببساطة، ينبغي الكل أن يعرف هذه الحقيقة. ولذلك لا ينبغي التعويل على أي زيارة على أنها ستأتي بثمار أو أن لها علاقة بالمشكلة، إنما هي توقيتات لصالح فئة خارجية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاثنين إذا هما يعني بداخل العراق، هو الصراع بين هذين العنصرين، يتفقون في مناطق ويختلفون في مناطق. مناطق الاختلاف واضحة، إنه إيران تريد لها دور أكبر في المنطقة، وهذا الدور ينبغي أن يخرج من العراق، يعني ينبغي وهي تسيطر على العراق تنتقل للسيطرة على المنطقة، أو أن تكون شرطيا للخليج. لا تريد أن تكون شرطي للخليج من ضفة واحدة كما كان الشاب. طيب دكتور محمود، السيد عبد القادر قال ان هناك دفعا ايرانيا باتجاه التهدئه خلال هذه الظروف التي تمر بها المنطقه، وخاصه نحن نقترب من الانتخابات الامريكيه. هل هذه الزياره لها علاقه بهذا الامر خارج نطاق مصلحه الشعب العراقي؟ نعم، شوف الاداره الامريكيه الان فشلت في اغلب الملفات اللي تحديد تماما، يعني ملف الاوكراني لحد هذه اللحظه لم يحقق ما كانت تريده الولايات المتحدة الأمريكية أو ما كان يريده الغرب لحد هذه اللحظة. الملف الإيراني فشل بالتأكيد، وإيران تغولت على المنطقة أكثر، وكل شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة غير راضين عما يحدث اليوم في المنطقة بسبب ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في التصدي للخطر الإيراني كما يعتقدون. الملف العراقي ملف فشل بالتأكيد، منذ خروج أوباما إلى اليوم حاول ترامب أن يعيد الدفة إلى ما كانت عليه ولم يستطع، لأن لم يعطوه ولاية ثانية. رجع مرة أخرى بايدن وفشل في إدارة الملف العراقي. أعظم الفشل اليوم، أعلى درجات الفشل، هي كل ما قالوه عن الميليشيات، الميليشيات التي خارج القانون والسلاح خارج الدولة، كانت لا تحكم ولكنها كانت تحكم الشارع. اليوم الميليشيات في عهد بايدن تحكم الشارع في العراق وتحكم الحكومة. لذلك هو أكبر فشل، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية إذا استمرت في فشلها في إدارة هذه الملفات لن يحصل بايدن أو من معه في الإدارة الأمريكية في الإدارة الديمقراطيين على فرصة ثانية.
لذلك هم بحاجة إلى فرصة ثانية. هذه تتوافق تماماً مع رغبة الإيرانيين في أن يبقى الديمقراطيين على سلم السلطة في أمريكا، لأنه دائماً عندما يجي الجمهوريين أشد مور أجريسيف، لذلك قد يؤدي ذلك إلى صدام حقيقي هنا وهناك، أو على الأقل تقليم أظافر إيران في المنطقة، ومنها طبعاً الميليشيات العراقية مثل ما حصل مع قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. نعم، اسمح لي فقط دكتور، سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد القادر، يعني من وجهة نظرك الآن الشعب العراقي كيف ينظر إلى هذه الزيارة؟ يعني كما هو معلوم يعني منذ عام 2003 وإلى الآن يعني هناك زيارات عديدة لحكومات ما بعد الاحتلال، منها على سبيل المثال عندما زار نور المالكي يعني قبور الأمريكيين الذين قتلوا في العراق ووضع عليها باقات الورد. يعني هنا مثلا السوداني الآن الذي يعتبر أمريكيا بحسب ما يعني يروج له أنه عراب التنمية الاقتصادية في العراق، يا ترى هل يلمس المواطن العراقي خيرا من هذه الزيارة مع وجود 1.2 مليون نازح وهناك أرقام كثيرة من المغيبين والسجناء؟ ويعني كيف ينظر الشعب العراقي لهذه الزيارة؟ ينظر إليها بعين التفاؤل؟ يعني أشار ضيفك الأستاذ محمود المسافر إلى قضية مهمة، وهي نقل الرسائل الإيرانية عبر وسطاء أو عبر السلطات الحكومية في العراق. لذلك عندما تنظر إلى هذه الزيارة تجد أن السوداني اصطحب وفدا اقتصاديا معه، وهو ليس بوفد اقتصادي، هم رجال غسيل الأموال وسراق المال العام، ومع هؤلاء أخذ مسؤولي أو ملاك المصارف التي عاقبتها الخزانة الأمريكية، 5 مصارف رئيسية ترتبط ارتباطا وثيقا بإيران، والتهمة إليها بأنها تذهب بالدولار إلى إيران بالأدلة، كما تعلم أن الدولار له أرقام، وبالتالي كشفت الخزانة الأمريكية أن الدولار المحول إلى العراق عبر هذه المصارف يصل إلى إيران عن طريق غسيل الأموال والتهريب، ليس فقط يعني ليس تجارة. وبالتالي اصطحبهم السوداني، وهؤلاء ليسوا حكوميين، وهذا علامات استفهام كبيرة. ثم أخذ معه مالك شركة فلاي بغداد المتهمة بنقل الأموال والأسلحة والميليشيات عبر الطيران. أخذ معه كل المتهمين بالتأكيد. بالتأكيد، وهذا حقيقة يؤكد على أنه ضخامة الوفد الاقتصادي الذي أخذه السوداني وليس للتنمية العراقية، هو لإقناع الأمريكان بإرجاع هذه المصارف وإرجاع شركة فلاي بغداد حتى لا تتضرر إيران. ما شاء الله. إذن هو يبحث بدءا عن المصالح الإيرانية الاقتصادية داخل العراق، وعن كيفية سهولة حركة نقلها عبر يعني شركة فلاي بغداد. وبالتالي هذا حقيقة ما قدمه السوداني إلى الولايات المتحدة، وأراد أن تكون هناك جلسات مباشرة، وكما تعلم أن الولايات المتحدة يعني لا تمنح الفيز عبر الهواء، هي تمنحها بعد دراسة ومناقشات حثيثة، وكان دور للسفيرة الأمريكية بهذا الإطار. ولذلك قلت لك الزيارة نجحت، ونجاح الزيارة أو لقاء بايدن في الأمريكان أو بالبيت الأبيض يحسب للسفيرة الأمريكية الحالية، وهي فوق العادة. وبالتالي العراقيون عندما ينظرون إلى أن السوداني منشغل في كيفية تلبية المصالح الاقتصادية الإيرانية ورفع جميع الأمور التي قيدتها الولايات المتحدة الأمريكية لصالح إيران، لأن هذه المصارف سرقت الدولار، وبالتالي أصبح هناك انهيار للدينار العراقي الحالي، مما أثر على ارتفاع السلع في العراق بشكل جنوني، أرهق عموم الشعب العراقي، حتى الحالة المتوسطة وربما الغنية نوعا ما أرهقتها الأسعار، فضلا على عدم وجود يعني رقابة حقيقية على السلع الداخلة من إيران. نتكلم عن 20 مليار ويزيد سنويا حجم التبادل التجاري أو حجم البضائع الإيرانية الفاسدة التي تدخل العراق. هذا يؤكد تماما على أن العراقيون ينظرون إلى هذه الزيارة هي زيارة لتلبية الاحتياجات الإيرانية على حساب المصالح العراقية، ولذلك هم غير متفائلين. وهنا نقطة حقيقة يعني ينبغي أن نثيرها، أن السوداني عندما جاء من واشنطن، وهذا ترتيبا ليس اعتباطيا أو ليس يعني عفويا،
السوداني أجل زيارة الرئيس التركي إلى العراق ما بعد مجيئه مباشرة من الولايات المتحدة، حتى ينشغل الشارع والإعلام بحدث جديد ينسيهم مخرجات الزيارة الفاشلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد هنا الفاشلة في المصالح العراقية، لأن هناك أسئلة كثيرة ينبغي أن تثار على هذه القضية، وما هي المصالح المرجوة من خلال هذا كذا زيارة وتوقيعات لمذكرات تفاهم أو اقتصادية كبيرة مع واشنطن واللقاء مع شركات. ما هي المصالح المترتبة التي سيجني ثمارها الشعب العراقي عينيا وواقعيا؟ هنا حقيقة انشغل الإعلام بترتيب زيارة جديدة واتفاقيات ومذكرات تفاهم هي الأخرى لن ترى النور. لذلك الذي يدخل إلى العراق عليه حقيقة أن يعلم طبيعة العراق، هل أنه يتعامل مع حكومة هي تحكم أو تتحكم بقراراتها، أم أنها تابعة إلى جهات إقليمية كإيران ولا يمكن أن تتحكم بالمذكرات التفاهمية التي توقعها؟ ما هي وقعت قبل 13 عاما تركيا في الزيارة الأولى للرئيس التركي أيضا السيد أردوغان إلى العراق، ووقعت مذكرات تفاهم ولم يجني ثمارها ولم تنفذ، وبالتالي هذه مذكرات تفاهم ليست مشاريع. يعني هل هنا السؤال، هل إيران ستسمح بإنتاج طريق التنمية التي ترغب تركيا في إنتاجه وبعض الدول الأخرى للانفتاح الاقتصادي؟ وطبعا نحن نرحب بكل انفتاح على العراق ربما يخدم الشعب العراقي، لأنه المصالح المباشرة لخدمة العراقيين عبر الحكومة أصبح العراقيين يائسون منها. ولذلك عندما تأتي مشاريع أخرى من دول صديقة للعراق ليست عدوة كإيران، ربما الشارع يتفاءل، لكن هل سترى النور؟ هنا أعيد بالتذكير ما قمة بغداد مع الكاظمي عندما جاء ملك الأردن وجاء الرئيس المصري ووقعوا على طريق الشام ومذكرات تنمية ومنها مد أنبوب النفط ليكون مصدرا آخر لتعزيز صادرات النفط العراقية من البصرة إلى العقبة، كلها لم ترى النور لأنه إيران وضعت الفيتو عليها بشكل واضح تماما. ونحن أمام تجربة صغيرة، اليوم الكهرباء العراقيين يعانون من الكهرباء بسبب أن الكهرباء القادمة من إيران والذي ندفع مليارات الدولارات عليها هي غير موجودة وهمية. اليوم الربط الكهربائي الذي إلى الآن لم يرى النور مع دول العربية والخليج ومصر حقيقة ربما ينقذ العراقيين، لم يرى النور إلى هذه اللحظة. هذه الرطبة قضاء 10 سنوات بلا كهرباء، الآن بعد ضغط وبعد يعني استياء شعبي تم الربط فقط لقضاء الرطبة مع الأردن، الآن الكهرباء لم تنقطع ثانية واحدة عن قضاء الرطبة. ويتحدثون عن تنمية اقتصادية، الأمر غريب جدا. ابقى معي لو سمحت أستاذ عبد القادر. دكتور محمود، لنتحدث بشكل علمي ومنطقي من خلال النظرة إلى الواقع العراقي. يعني المفهوم التنمية الاقتصادية مفهوم معروف لدى الخبراء ولدى حتى الشهود العيان داخل العراق، ربما رجل أمي يتحدث ويصف التنمية الاقتصادية بشكل واقعي أكثر من الحكومة، بناء المولات، وجود المولات، وجود الكساد الاقتصادي وغسيل الأموال والجامعات التي تبنى وتعطي شهادات مجانا لمن هب ودب، الدولار الذي هرب إلى إيران ويهرب بكميات هائلة جدا، والرحلة المكوكية التي حملت ربما 180 شخص مع السوداني إلى أمريكا من أجل هذه الزيارة التي وصفها الأستاذ عبد القادر بأنها تلبي الاحتياجات الاقتصادية لإيران على حساب العراقيين. إذن كيف تنظر إلى موضوع التنمية الاقتصادية الذي يلصق دائما به كصفة، يلصق برئيس الحكومة، يلصق بمحمد الشياع السوداني أنه يشتغل وأنه يعمل وأنه ليس كغيره؟ مرة أخرى شكرا لك أخي العزيز. أولا يعني هناك خلط واسع نقبله عندما يكون بين الناس غير المتخصصين، لكن ما نقبله إذا كان مع المتخصصين. التنمية الاقتصادية شيء لا يمكن وجوده في العراق ما بعد 2003، لأن العراق ما بعد 2003 يؤمن بمسار
بالمسار الرأسمالي وليس المسار الاشتراكي. والمسار الرأسمالي يؤمن بالنمو الاقتصادي ولا يؤمن بالتنمية. الرأسمالية ليس فيها تنمية اقتصادية. لذلك وزارة، هذا واحدة من الأشياء الهجينة في العراق الآن. هم يقولون احنا يعني نشجع القطاع الخاص ويعمل القطاع الخاص بمفرده بطريقة حرة وما إلى ذلك، وتدخل الدولة في قضايا الانفراستراكشر فقط وتخدمها الضريبة وبعض الإيرادات الأخرى فضلا عن النفط طبعا. هذا هو يعني واقع الحال البسيط اللي يمر به العراق الآن كوضع اقتصادي. موضوع التنمية الاقتصادية ينبغي أن تكون هناك حكومة مركزية تسيطر على كل الواردات الاقتصادية للدولة وتعيد توزيع هذه الواردات الاقتصادية على مشاريع للدولة ومشاريع تشجع بعض بالقطاع الخاص بالحدود التي تقبلها الدولة. يعني يكون القطاع الخاص شريك للدولة بالحدود التي تقبلها الدولة، هذه هي تنمية اقتصادية. أما نمو اقتصادي فأن تترك القطاعات الاقتصادية تشتغل وأنت تهيئ لها الأجواء وظروفها القانونية والاقتصادية والتشريعية وحتى الاجتماعية والتوعوية من أجل أن تعمل وتعطي القطاع الخاص حرية كاملة في العمل، وهو الذي يؤدي إلى نمو الأشياء، نمو القطاع التعليمي، نمو القطاع الصحي وما إلى ذلك. العراق اليوم هجين غريب، يعني هو يقول نحن في الاتجاه نمشي بالاتجاه الرأسمالي وإحنا جزء لا يتجزأ من الرأسمالية العالمية، لكنه في نفس الوقت يعني لديه وزارة تخطيط ولا أعلم ماذا تفعل وزارة تخطيط، وبالمناسبة هو أخذ وياه وزير، يعني أسوأ وزير يأخذ وياه هو محمد تميم الحقيقة. أولاً لأن وزارته لا تعمل وهو لا يفهم شيء، رجال طبيب جابوه على وزارة تخطيط اقتصاد وما إلى ذلك. لذلك أقول أنه الحقيقة التنمية الاقتصادية هي شماعة. هو تحدث بالمناسبة عندما ذهب إلى جامعة هوكينز في الولايات المتحدة الأمريكية، استضافوه لمحمد الشياع السوداني وتحدث عن دور التعليم العالي في التنمية المستدامة. هو الآن يردد كثيرا كلمة التنمية المستدامة، ولا أعلم طبعا إذا هو أو أعضاء حكومته يعرفوا بهذا المصطلح أو يفهموه أو لا، أنا ما لا أستطيع أن أجزم ذلك، لكن رددها 3 مرات في جامعة هوبكنز وقال نحن نشجع في التنمية المستدامة ونتخذ كل الوسائل والإجراءات من أجل التنمية المستدامة. لكن في حقيقة واقع الأمر مثل ما ذكرت حضرتك في السؤال، أنه هو بالنتيجة إحنا بدنا نشوف مولات نخشى لا تكون هذه المستدامة محكومة للدولار مسيطر عليها. نعم، نخشى أن لا تكون هذه المستدامة مشمولة أيضا فيها تهريب الدولار. بالضبط، هو العملية المستدامة هو التخريب المستدام. ما يحدث في حكومة السوداني وهو ما لا يختلف عن سابقين هو عملية التخريب المستمر. سؤالك الحقيقة للأخ الضيف مهم جدا وأجاب عليه بوضوح. أريد أضيف أن العراقيين دائما يعني أتكلم عن أغلب العراقيين، نعم صح، غير معنيين بهذه الحركات السياسية. هذه حركات سياسية هي مقصودة منها أطراف، يعني أما مقصودة منها أطراف سياسية داخلية أو مقصودة منها أطراف سياسية خارجية في الإقليم أو في دول العالم المختلفة، وليس العراقيين على الاطلاق. كل ما هنالك انه هم يخافون كما قال الضيف انه هذا الموضوع يشغل بال العراقيين، واذا تحدثوا فيبدون يسالون اسئله. ولا انا اسالك سؤال حقيقه، يعني في وفد يعني كبير مثل هذا، طبعا الدول تاخذ وفود مثل هذا، يعني هذا الوفد مو غريب، يعني 180 و200 و300 واحد مو غريب ان يروح وفد، لكن يروح وفد اولا بالمختصين الصحيحين، ثم هذا الوفد به قطاع خاص رائد يقود التنمية ويقود عملية النمو في العراق. هذا لم يحدث، يروح وفد بهذا الحجم. المعنيين بهذا الوفد مثل ما ذكر ضيفك هو عبارة عن قادة الميليشيات وقادة الكانتونات الاقتصادية اللي موجودة بالعراق. كل واحد بعث من يمثل في هذا الوفد، وبالتالي لم يبعث أحد ليمثل العراق. يعني ذهب وفد يسمى عراقي والوفد ليس عراقيا، يمثل المصالح الخاصة. يعني أنا أخذ وفد من المكان اللي أنا رحت به وأروح حتى أتعاقد ويا جامعة في دولة أجنبية أخرى، هذا ما يمثل العراق وإن كنت أنا عراقي، يعني وإن كان يحمل جواز سفر عراقي محمد الشياع، لكنه لا يمثل العراق. لذلك الشعب يعرف ذلك، فلذلك قبل أن الشعب يبدي يتساءل وليش أنت ماخذ 160 واحد 180
وصارف عليهم هالقد، والعراقيين جواعه وبهذا الحال والامراض والكذا، وين الامن؟ وين السلم؟ وين الكهرباء؟ وين المي؟ الضرائب زادت علينا، زيتوا علينا النفط، زاد علينا البنزين، هاي كلها حتى لا حد يتحدث بها، يطلعون لهم اشياء يعني اخرى، فستقيات اخرى صغيره، وهذا ما راح ينتهي، يعني الموضوع هذا مستمر. كل ما هنالك ان كل رئيس وزراء يجي لازم يحقق في الحد الادنى زياره للولايات المتحده، وهو الاب الروحي المحتل للعراق، اذا ما حققها راح يكون فاشل، وطبعا عده زيارات الى ايران، وما غير ذلك فهو غير مهم، لا زياراته لمصر مهمه ولا زياراته للاردن وتركيا او غيرها، هاي كلها ما مهمه الحقيقه، لان لا تحقق الغرض، ولكن الذي يحقق الغرض في العمليه السياسيه ولدى الولايات المتحده وايران الشركاء الفعليين فيما يحصل في العراق، ان تكون هناك عند زياره واحده على الاقل للولايات المتحده الامريكيه وعده زيارات في ايران، واشوف كل رؤساء الوزارات السابقين، وستصل الى هذا الانطباع عدا طبعا اياد علاوي الذي لم يحصل معه ذلك. نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت. استاذ عبد القادر، يعني نريد ايضا ان نفهم حقيقه، وخصوصا يعني المنطقه الان تمر بظروف حساسه، يعني قصف، يعني تدمير الكيان الصهيوني لقطاع غزه، ومن ثم ما حدث في الاعلام من قصف وصواريخ وطائرات مسيره، وكما تعلم استاذ عبد القادر، يعني نريد ان نفهم حقيقه هجوم شقيقة الباحثة إليزابيث سوركوف التي اختطفت في بغداد، هاجمت رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني في أثناء مؤتمر صحفي له، اتهمته بالتواطؤ مع ميليشيا حزب الله. ذكرتم قبل قليل بأن هذا الاستدعاء هو من ضمن أهدافه أنه التهدئة ما بين إيران وواشنطن. يا ترى من وجهة نظركم، يعني إلى أي مدى تعتقد أنه فعلا هو محمد الشياع السوداني هو يمثل الطرف الذي يعمل على الموازنة ما بين الميليشيات التي يصفها الإعلام العربي أحيانا والغربي دائما بأن هذه الميليشيات هي عدو لواشنطن، والولايات المتحدة دائما ما تريد أن تصفي حساباتها على أرض العراق مع هذه الميليشيات التي تعتبر أذرع إيران؟ هل هذا مسرحية؟ هل هذا مجرد يعني شكليات وتمثيليات من أجل إقناع العالم بحقيقة العداوة ما بين واشنطن وإيران وميليشياتها التي هي قامت بتشكيلها في العراق بعد عام 2003؟ الناظر للواقع العراقي يجد أجوبة كاملة ميدانية على سؤالك الكريم والمهم. يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من هذه الميليشيات ودعمتها وسلمتها الأجهزة الأمنية بعد جريمة حل الجيش العراقي والمؤسسة العسكرية والأمنية في العراق، والتي هي أسست من 1921 ولم تحسب على أي نظام الذي مر على العراق عدة أنظمة، لكن هذه الجريمة حتى نصل إلى مرحلة تسليم الأجهزة الأمنية الداخلية والدفاع تتحكم فيها 7 ميليشيات كما هو معلوم، وكما هو قرار بول بريمر في تسليمها في إعادة تشكيل قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش. وإلى هذه اللحظة الأمن مفقود، لأننا نتكلم عن ضباط الدمج، الآن أعلى مراتب قيادة القرار العسكري هم من ضباط الدمج الذين كانوا يقاتلون مع الجيش الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي. لذلك حقيقة مسألة أن أمريكا تحارب الميليشيات، هو هناك تجاوز الخطوط الحمراء ويتم تأديبهم ليس إلا، أما أنها تحارب فالمحاربة بمعنى أن أمريكا إلى هذه اللحظة لا تستطيع تصفية ميليشيات، العراقيون أنفسهم يستطيعون القضاء عليها يعني ربما بأشهر معدودة، لكن هل العراقيون إذا أنتجوا ثورة تقضي على الميليشيات ستسمح لهم الولايات المتحدة ولا تشكل تحالفا دوليا لقصفهم وقتلهم؟ هنا الجواب يكمن في كثير من المراحل التاريخية التي مر فيها العراق من خلال 21 عاما، بل المظاهرات السلمية التي تدعي أمريكا أنها ترسي نظاما ديمقراطيا في العراق وأنها ترعى الحريات في العالم، هي سمحت لهذه الميليشيات بارتكاب مجازر عندما رفعت هذه الجموع الطاهرة العراقية الأصيلة الوطنية بشعارات تريد ضبط سلاح
وإنهاء السلاح المنفلت بشكل واضح تماما، ولم تستجب لا أمريكا ولا غيرها، بل تفرجت على قتلهم. ومجزرة الخال معلومة تماما، الذي كوفي باستلام هيئة الحشد أو رئاسة أركان الحشد بعد مجزرة ثورة تشرين في ساحة السنغال. لذلك حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تهدئة الأمور، لأنها تريد عراقا غير مستقرا، وبالتالي من ملامح عدم استقرار العراق وجود السلاح المنفلت لدى هذه المجاميع، وبالتالي إعطاؤها الضوء الأخضر. وإلا كيف يمكن، لأنك تريد أن تقلص أو تقلم أظافر ميليشيات وأنت تتفرج عليها وهي تستلم وزارات مالية ووزارات تنفيذية في داخل جسد النظام السياسي الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا يمثل لها ديمومة وانتقالة لإيجاد المال وحرية الحركة، لأن الصواريخ التي جاءت تنتقل في العراق أو المعسكرات تنتقل بسيارات مرخصة دوليا، والسلاح الذي يحمل ويعبر حواجز التفتيش يعبر بباجات الدولة وهويات الدولة. هذا كله حقيقة يؤكد على أننا أمام مسرحية هزيلة أصبحت مكشوفة للعالم، قلناها سابقا قبل عدة سنوات، والإرهاصات الموجودة التي حدثت بعد مقتل سليماني قلنا الأمور محدودة. البعض أطال في عملية أن هناك صراعا حقيقيا بين أمريكا وإيران، وحتى عربيا نعاني من إقناع العرب بأن الصراع صراعا وهميا، الصراع صراع محدود على تجاوز الخطوط الحمراء لإيران لأنها تريد مشاريع أكبر. الآن بعد مرحلة غزة ومعركتها والهجوم الإرهابي الذي يشنه الكيان الصهيوني ومسك أذرع إيران من عدم الدخول بالمواجهة أو مساندة يعني حماس أو مساندة المقاومين في غزة، أصبح الكل يعلم بأن إيران تنفذ مخططات جهنمية لصالح إغراق المنطقة لإسرائيل وللكيان الصهيوني. لابد أن يعي العالم بأن تحالفات الصاد الثلاثة هي التي تتحكم بالمنطقة، وهنا أعني الصهيونية والصليبية والصفوية المتمثلة بما يجري في المنطقة. لذلك الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني، باعتراف الإيرانيين قالوا نحن قبل 3 أيام أبلغنا الولايات المتحدة بأنه هجوم محدود وأنه لا يؤثر ولا يستدعي للرد. هل هذا يؤكد على أنه العداء حقيقي بين أمريكا وإيران بهذه الطريقة؟ يعني يريد أن يهاجم، أن يبلغوا قبل 4 أيام أفضل يعني، وبالتالي الطامة الكبرى الطائرات المسيرة التي يحتاج إلى وصولها وهي فيها يعني أضوية كاشفة معلومة تحتاج إلى وصولها 8 ساعات قبل أن تصل إلى نهاية الحدود العراقية، يتم إعلان في الأمم المتحدة من ممثل إيران انتهاء الحرب. إذن هذه قضية ينبغي أن نقف عليها وأن نشخص على أنه هناك اتفاقيات، ويكفيهم عارا بعد مقتل سليماني والإهانة التي تعرضوا إليها، أبلغوا القوات الأمريكية بأنهم سيقصفون قصفا محدودا في محيط قاعدة عين الأسد، وقد اعترف مؤخرا بذلك أيضا وزير الخارجية الإيراني بمذكراته ظريف الأخيرة التي نشرها قبل أن يعترف بايدن أيضا بأنه تلقى اتصالا بأنه سيكون الهجوم محدود. إذن عندما تطمئن أمريكا بأنه ليس هناك تصعيد بين الكيان الصهيوني وبين إيران، هذا يؤكد على أن هناك يعني حقيقة توافقات وتوازنات معلومة، وأن ما يجري من يعني بعض القصف لبعض الضباط والإيرانيين وغيرهم من الكيان الصهيوني ذاك لأنه هناك تجاوز الخطوط الحمراء. يعني على سبيل المثال، هذه أكشفه عبر قناتكم، سبب قصف الضابط الإيراني في السفارة في قنصليتهم في سوريا، ذلك لأنه كان هناك اجتماعا موجودا في لبنان، هذا الاجتماع تم الاتفاق على رسالة مهمة أراد أن ينقلها هذا الضابط الكبير الإيراني وتم قصفه. لذلك حقيقة هم يتجاوزون بعض الخطوط الحمراء. هذا التوافق حقيقة يلقي بظلاله داخل العراق، ولذلك حقيقة أن هذه الحكومات هي تميل إلى إيران بشكل واضح وصريح، وأن عملية كذوبة إخراج القوات الأمريكية، وإلا يعني السؤال الذي يطرح نفسه، يدعون المقاومة وتلبسوا ثوبها أو تقمصوا ثوبها زورا وبهتانا على المقاومين الحقيقيين الذين أثخنوا الجراح بالولايات المتحدة الأمريكية، ورؤساء وزرائهم يضعون أكاليل الزهور ومنها المالكي على قتلى جنود الاحتلال في أمريكا. هل يعقل أن تعلن أنك مقاومة
ثم أنك ترى الجنود الأمريكان والقواعد، أو أنك تدخل في عمليات صمت وتدعي بأساليب أخرى أن هناك تهدئة ونعطي فرصة للحكومة غير مقاومة فايف ستار. وتصور يعني أنه إيران تستأذن الولايات المتحدة لقصف محدود، إذن كم كانت المقاومة العراقية في الأنبار وفي الموصل وصلاح الدين وحزام بغداد من قوية عندما كانت تستهدف الأمريكان بدون استئذان؟ وهذا الفرق، دولة كإيران تستأذن ومجاميع من مقاومين شرفاء لا يستأذنون وقتلوا جنود أمريكا. نعم، أول مرة نسمع هناك استئذان بالاستهداف. دكتور محمود لو سمحت، طبعا يعني من وجهة نظركم الآن بعد هذه الزيارة التي تعتبر زيارة رسائل إقليمية ودولية ما بين إيران وواشنطن لا مصلحة للشعب العراقي فيها، كيف تنظر إلى الواقع العراقي الآن الذي بدأ يغلي من ارتفاع معدلات الفقر، من انتشار المخدرات، من الوضع المزري الاقتصادي والاجتماعي والنفسي؟ هل وصل الأمر مثلما يتحدث يعني معهد واشنطن للدراسات يقول الهدوء الظاهر في العراق قد يتحول إلى الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ نعم طبعا، أنت تعرف كل الشعوب بالعالم عندها هذه الخاصية، هي خاصية الصبر الطويل على السيئات عندما تبدي تتكاثر ويصير هناك نزول نسبي في ما يحصل عليه الفرد من حقوق، وتبدي يصير عنده صبر أن يقنع نفسه أن ينتظر فترة وقد يجي الحل بطريقة ما يدفع بها هو ثمن كبير، ما يدفع بها دم ولا صحته، أو ما يدفع بها ثمن وظيفته وما إلى ذلك. لكن عندما تصل الحال إلى حال الواقع ويصل العراقيين إلى الاستنتاجات الآتية، أن العملية السياسية أصلها فاشل، أصلها باطل، وأن العملية السياسية هي التي جاءت بهؤلاء، وأن مؤسس العملية السياسية الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هؤلاء جاءت بهم إيران. يعني المشروع هو مشروع أمريكي، والناس اللي يشتغلون بهذا المشروع جاءت بهم إيران. هؤلاء متفقين على عملية سياسية، يختلفون في غيرها، عندهم مشاكل أخرى، لكن متفقين على العملية السياسية. إذن مناشدة أمريكا ومناشدة إيران أو العمل مع إيران أو العمل مع أمريكا لن تأتي بكلها في تغيير جو. هذا استنتاج. الاستنتاج الثاني أن المحيط العربي لا يوجد فيه من يريد أن يتدخل في العراق للتغيير. لا ندخل في النيات، لأن هذا حديث طويل في علاقة العراق بالمنطقة العربية، طويل وما نريد نخوض بالنيات، لكن الآن لا يوجد فيه من الدول من يريد أن يضحي بمصالحه مع حكومة بغداد اليوم، ومن ورائه من ورائها حكومتي الولايات المتحدة وإيران. يعني هو عندما يتحدث مع حكومة بغداد يعرف أن هذا سيصيب العلاقة بينه وبين أمريكا وبينه وبين إيران، وبالتالي لا يوجد في الدول العربية المحيطة بالعراق اليوم من يرغب لأن يتدخل. لا يوجد في المحيط العراقي غير العربي من يريد أن يتدخل ويضرب مصالحه الخاصة به، لا يمكن ولا يوجد الحقيقة. يعني ما ظهر عندنا بالأفق، ولذلك يعني شفنا البارحة الطريقة غير الطبيعية من أن يعني يلتقي السيد أردوغان بمجموعة ما يسمى بالسنة، يقعدون 40 واحد، 20 واحد إلى اليمين و20 واحد إلى اليسار، بطريقة الحقيقة يعني معيبة جدا. يعني شنو الرسالة اللي رادوا يوصلوها للعراقيين؟ يعني هؤلاء يمثلون من؟ يعني لذلك الحقيقة احنا أمام واقع لا يغيره إلا العراقيين. العراقيون فقط هم الذين يغيرون هذا الواقع، وسيأتي هذا اليوم. إذا كان العراقيين مثل ما يقولون أهلنا وأمهاتنا بطنهم كبيرة وصبرهم عالي، هذا الصبر سينفذ وسيتخذ العراقيين قرارهم الصحيح، والأمور بيد الشباب اليوم. الشباب ينتفض، كل هذه الاعتقالات وما يفعلونه يعني كان نجح اللي قبلهم واللي قبل قبلهم واللي قبل قبلهم. الاعتقالات ما تنفع نهائيا، ولا القتل ينفع، العراق يستعيده العراقيون. أنا ذاك يضع هذا أمر واقع أمام، سواء هو الاحتلال الأمريكي أو الإيراني أو كذا، هؤلاء يتعاملون مع الأقوياء. لذلك أنا ليس فقط أقول
أن العراقيين سيغيرون الواقع، بل أنا أدعو كل العراقيين وكل الشباب أن يبدأوا بتغيير الواقع، ولن يغير الواقع حتى يغيروا ما بأنفسهم. عليهم أن لا يقبلوا أبداً أي من هذه الطرهات التي تظهر، عليهم أن لا يقبلوا بقادة المجتمع، ما يسمى المجتمع الجديد في العراق من فاشينستات وسواق سيارات وسواق تاكسيات. مع تقديري للمهنة نفسها، لازم ينتفضون على كل هذا الواقع، لأن هذا الواقع وراءه مؤامرة كبيرة صهيونية صفوية لتمزيق العراق، وهذا لن يكون بإذن الله بقوة وجود الشباب. شكرا دكتور محمود. في دقيقتين أستاذ عبد القادر، يعني قبل قليل تحدث دكتور محمود، قال العصائب لها الكلمة الفصل في كل مفاصل الدولة وهي التي تحكم، وهل يستطيع الشعب العراقي بثوراته السلمية مثل ما حصل في ثورة تشرين أن يغير واقع فعلا؟ الخطوة أو الميل يبدأ بخطوة، وبالتالي هذه الخطوة سواء كانت سلمية وما تؤول إليه الأمور اللاحقة، لأن العراقيين وعوا أن هؤلاء حقيقة مجرمين يرتكبون كل شيء، لكن على العراقيين أن يبادرون، لأنه أشار ضيفك إلى أنه ينبغي أن تكون هناك مرحلة تغيير، لا أن يقودنا أصحاب المحتوى الهابط. وهنا حقيقة دعني أبشر ضيفك والمشاهد أنه الجوازات الدبلوماسية أصبحت للراقصات والبلوغرات على حساب العراقيين. لذلك حقيقة مسألة التغيير تعتمد على العراقيين، لأننا وصلنا إلى مرحلة الهاوية، وبدأ العراق يتسلم أو يعطي زمام الأمور لكل هؤلاء الذين يسرقون الأموال والذين يقتلون الناس والذين يريدون تصدير توافه ربما غير عراقيين، منحوهم الجواز العراقي بدعوى أن هؤلاء مشاهير وهم أصحاب المحتوى الحاضر. العراقيين بلد حضارة، وهذا الاعوجاج ينبغي أن يتوقف. وبالتأكيد عندما يتم تعيين عتاة المجرمين وهؤلاء المدافعين عن إيران بشكل علني لعمداء، كما تم تعيين عميد كلية الأداء في جامعة المستنصرية يوم أمس وغيرهم من المرتبطين بالعصائب للسيطرة على التعليم العالي، بالتأكيد نحن أمام مرحلة خطيرة تماما في العراق تستدعي على الجميع أن يقف، لأن زيارة السوداني لا يمكن التعويل عليها ولن تنتج شيئا، وهي ستذهب هباء منثورا لأنها لم تبنى على أساس مصالح العراقيين. وبالتالي لابد أن يكون العراقيين كلمة الفصل بالاعتماد على أنفسهم دون الاعتماد على غيرهم. إذن لا السوداني ولا نظام المحاصصة يستطيع أن يغير واقع، والكلمة الفصل هي بيد الشعب العراقي. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، وشكرا جزيلا دكتور محمود المسافر، الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق. شكرا ضيفي الكريم. مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.